السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو كنقول لكم صباح الخير، ونبداو الفيديو ديالنا بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. خرجي يا البنات مع الصباح فضح الشتاء. شوفوا الشتا يا البنات، شوفوا الشتا تبارك الله ما شاء الله. الشتا غير هنا في المدينه، في الكنا كاع ما كانتش هنا في الشتا، سبحان الله العظيم. المدينه كاين الشتا بزاف. هنا البنات راه ركبنا، المهم هنا راه هذا راه نهار الحد، وكان صباح واحد شتي وتبارك الله في مراكش لداخل، في وسط مراكش يعني في المدينة، هي في المدينة سيدي يوسف ما كانتش فيه، كانت كترش شويكيك، وكان الجو مضباب. هانتوما شوفوا الجو هنايا، هنا هاد البلاصة هادي راه العقرب، العقرب اه لا فتنا العقرب. المهم ما بديتش معاكم التصوير، تا ركبنا وفتنا العقرب صافي داخلين على الجبال ديال سيدي فاطمة، ديال سيدي فاطمة قريب قربنا ندخلو للجبل الواسط، الواسط ديالو ريكا هنا راه غير الطرف ديالو ريكا. المهم هنايا مشينا بغينا نتغداو تما ونضلو تما، واخا من ما عرفتش من حسن الحظ ولا سوء الحظ ما كايناش الشمس وكاين البرد، وعرفتو الجبل بارد، بلا واخا تكون نيت الشمس تيكون الجبل بارد. هنا صافي راه وصلنا الوسط ديال وريكا تبارك الله. هانتوما شوفوا الدنيا كي دايره، واخا هكاك جاوا الناس مع الحد وهذا، كاينين الناس ديال المدرسه. المهم صورت لكم شويه شي لقطات وصافي. المهم غنحط لكم دابا في هذا الفيديو شويه، والجزء الاخر غادي نخليه حتى الفيديو الاخر ان شاء الله، لان عندي سميتو عندي هذا عاد بلا مش تراجم. الفيديو غادي يجيكم طويل الا حطيته كامل. هنايا هانتوما شوفوا تبارك الله الدنيا كي دايره عامره، وكاين واحد البرد فاش يلا مشينا، يلا فطرنا وهي تخرج واحد الشميشه زوينه تبارك الله، ولكن ما مستقرش الجو كل مره كيفاش. ايوا غادي نخليكم مع الفيديو، تشوفوا الفيديو وتشوفوا الطبيعه وتخضروا عويناتكم، الدنيا عامره ما شاء الله. وفطرنا تما صافي. هنايا راه دخلنا باش غادي نفطروا فواحد القهوة، انا راه وصلنا صافي الفيلاج ديال اوريكا. المهم الاخر في الجبل الفوق هنايا دخلنا صافي باش نفطروا، لقينا هنايا راه حيت لكم الصوت، لان كاينين شي بنات ديال لافاك تبارك الله ما شاء الله، كاينين بزاف ديال الدراري ديال المدرسة وداكشي، ودايرين سميتو خدينا الفطور، خدينا لومليط والزيتون والفروماج والمسمن والخبز جبناه معنا، واتاي شريناه من السويقة الخبز ديال الشعير وديال القمح بطبوط جبناه معنا سخون وصافي. وهنايا عيطت على الرايس.
وفاني والو رضاها. البنات هنايا دازت مشيت صافي خرجنا من القهوه مشينا هنايا للجنانات لقيت هاد المراه كتبيع الزعتر وخديت منها الزعتر صافي ضربنا دويره هنايا وخليت لكم الراحه حتى دخلت نجيت الاخر يلا السلام عليكم. شوفوا البنات فريد المياه شوفوا الماء دابا راه غادي نمشيو لجهه فين كاين الفراش والقهاوي وداك الشيء لكن تما راه غالي شويه غير شويه وغادي نمشيو تما دابا جينا هي جهه الجنانات يلاه تنمشيو لتما ونعاود ندير لكم شي لقطه من تما